حاشدا الآلاف في طريقه انطلق صوب العاصمة إسلام آباد. رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خرج وأنصره في مسيرة طويلة من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي البلاد للضغط على الحكومة حتى تدعو إلى انتخابات مبكرة، مسيرة ليست الأولى، فمنذ أن صوت البرلمان على الإطاحة به في أبريل الماضي إثر انشقاق عدد من أعضاء ائتلافه، نظم نجم الكريكت الدولي السابق مسيرات في مدن باكستانية عدة في ظل التأييد الشعبي الواسع الذي لا يزال يحظى به. أؤكد للسلطة القضائية أننا سنتصرف وفق القانون والدستور، نحن نسير من أجل مستقبل أطفالنا ومستقبل هذا البلد الذي علينا إنقاذه من اللصوص والمغتصبين والذين يستخدمون قوتهم، علينا أن نقول لهم إن عليهم إعادة الأموال المنهوبة. المسيرة ستقطع مسافة تبلغ حوالي 380 كيلومترا قبل أن تدخل العاصمة الأسبوع المقبل، وستتوقف على الطريق لعقد تجمعات انتخابية وحشد المزيد من المتظاهرين. في إسلام آباد التشديدات الأمنية بدت مظاهرها واضحة بعد انتشار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية، إلى جانب وضع المئات من حاويات الشحن عند التقاطعات الرئيسية لمنع تقدم المشاركين في المسيرة. فالحكومة الاتحادية حذرت من أن أي تجاوز لخطط الاحتجاج المتفق عليها ستقابله شرطة المدينة بالقوة. في ظل حالة الترقب التي تعيشها العاصمة يواصل خان في طريقه حشد المزيد من الأنصار، في حين استبق أعضاء حركة الإنصاف التي ينتمي إليها خان لحظة الوصول باستعدادهم للتفاوض مع حكومة شهباز الشريف الائتلافية في حال إعلانها عن انتخابات مبكرة وتراجعها عن إجرائها في أكتوبر من العام المقبل.